مثل ما عم تشوفوا كل يوم عم بيكون عندنا ضيف لمناسبة أسبوع الآلام، الأسبوع العظيم عند الطوائف المسيحية اللي تتبع التقويم الغربي. اليوم ضيفنا المطران ميشيل عون، راعي أبرشية جوبيل المارونية. المجد لله سيدنا. صباح الخير سيدنا. صباح الخير، صباح النور للجميع. ماذا تقول في هذا الأسبوع العظيم خاصة بهالسنة؟ هالأسبوع هو أنا بحط له عنوان أسبوع الحب، لأنه يسوع بهالأسبوع أظهرنا من الحب ما يكفي لحتى حياتنا كلها سوا نقدر نقريها بضوء هالأسبوع. ولكن بالوقت ذاته في غصة، لأنه أولادنا والمؤمنين اللي بهالأسبوع بيجوا بشكل مميز على الكنيسة هالأسبوع محرومين، عم بيتابعونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الكهنة عم بيعملوا كل احتفالاتهم بالكنائس، ولكن الناس مش عم بيقدروا يجوا، عم بيتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. بدي أقول لهم يقدموا هالتضحية على نية كل المرضى، على نية اللي عم بيتألموا، على نية اللي عم بيهتموا بالمرضى، يعني لنكون كلنا سوا متضامنين بهالواقع اللي نحن عم نعيش فيه. جبيل، من المناطق التي تعاني من هذا الوباء المستجد أكيد، اليوم كيف أبناء جبيل عم بيتحضروا لتخطي هذه الأزمة؟ مثل ما قالت سيدنا، عبر وسائل التواصل عم بيتابعوا الصلوات، لكن في شيء زيادة عم بينعمل في هذه الأبرشية؟ بهالأبرشية عم نعمل عدة مبادرات، إن كان نحن على مستوى الأبرشية وكمان على مستوى القضاء من خلال أي مقام ونواب المنطقة ورئيس اتحاد البلديات ورئيس اتحاد المخاتير. يعني نعمل خلية أزمة من جهة لحتى ينعطى دايما كل التوعيات اللازم لإخوتنا، وكمان يتأمن أماكن للحجر إذا في حدا بيّن عليه العوارض أو لازم يكون عم بينعزل عن عائلته وعم بينحجر. تأمن تقريبا بكل القضاء. نحن كمان كأبرشية وافقنا على مركزين، انا عندي المركز الصيفي بلحفيد كمان وضعته بالتصرف، وعندنا بيت الكاهن اللي انا ولي على الوقفيه تبعه، ولكن نحن باتفاقيه مع رساله سلام اللي بيهتموا باخوتنا من ذوي الاحتياجات الخاصه كمان وضعوه ليكون مكان لحجر الاشخاص اللي لازم يكونوا عم ينعزلوا حتى ما يعدوا غيرهم. نعم. وعدة مبادرات كمان عم نعملها على مستوى الاجتماعي لتأمين حصص غذائية لإخوتنا اللي هلأ منهم عم بيشتغلوا واللي عم بيكتروا أكتر وأكتر. يعني بدنا نكون عم نتضامن بكافة مجالات الحياة لنقدر نقطع هالمرحلة. وأنا دايما عندي شعار إنه بقدر ما منتضامن مع بعضنا ومنكون حد بعضنا أكيد هالمرحلة بتقطع بالسلام أكتر. نعم سيدنا، ماذا تقول بأهمية هذا الأسبوع في الكنيسة المارونية؟ أهمية الأسبوع بالكنيسة المارونية مليانة من الصلوات، والصلوات كلها محورها ألام الرب يسوع الخلاصية اللي بتتوج يوم الجمعة العظيمة بالموت على الصليب. اليوم الأربعاء نحن بنسميه أربعة أيوب اللي منبارك فيه زيت المرضى للشفاء، وكمان الكهنة بهالنهار رح يعملوا الرتبة ورح يحضروا الزيت المبارك بقطن معقم محطوط بكياس صغيرة، ويكونوا موجودين بالكنيسة اللي بيمروا يقدر يكون عم بياخد كمان شوية زيت. يعني مفتوحة الكنيسة إذا فينا نقول، ولا كيف؟ لأنه يعني أو بيكون في حدا يعني يعطيهم، لأنه نحن دائما عم ننتبه إنه ما يكون في تجمعات. صحيح. أبدا، ولكن في دائما حدا حاضر ليكون عم بيعطي لابس كفوف، يعني بكل الأمور الوقائية حتى نكون عم ننتبه على بعضنا 100%. نهار الخميس يعني بالعادة بكركي هناك صلوات خصوصي خاصة للميرون، خاصة للزيوت يلي هي للعماد، لكتير أمور من أسرار الكنيسة. رح تشاركوا بكرة في هذه الاحتفالات والمناسبة؟ بعتقد رح يأجلها غبطو، لأنه كنا نحن حتى بالسينودوس المطارن الموارني أخذنا قرار أنه الميرون، لأنه هو بيعبر أكثر عن الشركة بين كل المطارين، نتركه لحزيران وقت اللي بيكون عندنا المجمع ببكركي
لأنه بيجوا كل إخوتنا المطارين من بلاد الانتشار. بقى بتصور السنة كمان حتى تبريك زيت العماد وزيت المسحة بيلحقوا الميرون، بتصور سيدنا البطرك رح يكون عم بيأجل هالاحتفال لنكون عم نعمله لاحقا مع كل المطارين، لأنه لازم يكون في عدد وتجمع وناس يعني مشاركة وعدد المطارين، يعني هذا الشيء كمان بيتعارض مع الإجراءات المتخذة بهالزمن. اليوم عندنا أسئلة كثيرة من المواطنين والمؤمنين، هل متابعة القداديس والصلوات والبركات من خلال شاشات التلفزة أو مواقع التواصل الاجتماعي بتوصل البركة؟ أكيد بتوصل البركة بقدر ما القلب بيكون مستعد، لأنه إحنا بتعرفوا إيماننا المسيحي، وهذا يسوع اللي قاله للمرأة السامرية بإنجيل يوحنا الفصل 4 بالحوار معها، لما هي بتسأله بتقول له أنتوا بتقولوا لازم نصلي بأورشليم ونحن بنقول السامريين لازم نصلي على هالجبل، وين لازم نصلي؟ بيقول يسوع إجا الوقت حتى نكون عم نعبد الله بالروح والحق. نحن بدون شك المجيء للكنيسة كثير مهم، لأنه في علامة الحسية هي القربان، أنه نكون عم نتناول جسد ودم الرب. ولكن أمام هالصعوبة الكبيرة، لأن نحن بدنا نتعاون مع السلطات المدنية ومع التوجيهات الصحية اللي بيعطونا إياها، إذا كنا بالبيت عم نستعد وعم نصلي من كل قلبنا وعم نعمل مناولة روحية وقت المناولة، أكيد يسوع بفوت على قلبنا، لأنه العلاقة مع يسوع من علاقة مادية، هي علاقة روحية. وإذا العلامات يعني كقربان أو الوجود الحسي ما كان مؤمن، أكيد الرب بيعطينا نفس النعم حتى لو كنا عم نصلي ببيتنا من على شاشة التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الأزمة اللي نمر فيها وهذا الوباء اللي شمل المسكونة كلها، الملاحظ انه كتار رجعوا للصلاة، الملاحظ انه كتار رجعت العائلة تجتمع لتلاوة المسبحة داخل المنازل، هل هيدا الامر طبعا يشجع مرة جديدة على الصلاة؟ يعني بسلبيته عم شوف ناحية ايجابية انه الناس رجعت لإيمانها. نعم، انا هون بدي اقول شغلة كتير مهمة وضرورية. نحن بعلاقتنا مع ربنا ولا مرة لازم ننطلق من الخوف. نحن ما بنخاف من الله، نحن بنحبه ونعبده، أكيد بنرهب حضوره لأنه هو القدوس الكلي القداسي. لذلك الأشخاص اللي بيقولوا بطريقة سريعة وسطحية إنه هيدا غضب الله علينا لأنه نحن صرنا خاطيين وبعدنا عنه، أكيد هالكلام ما بوافق عليه ولا 1%. ولكن دائما مناسبة الأزمات أو حتى المرض هي مناسبة لحتى الإنسان يرجع لذاته ويعمل تقييم لحياته، يسأل حاله يمكن نحن وصلنا لمرحلة يعني بالعالم إجمالاً يمكن نتيجة هالسرعة والمال والتقدم لدرجة إنه ربنا ما عاد موجود، يعني كأنه ربنا ما عاد ضرورة بالحياة، الإنسان استغنى عنه. لذلك أمام أزمة من هالنوع لما الإنسان بيشوف قديشه سريع العطب، فيروس ما بيشوفه بالعين المجردة بيهدد له صحته، بيحطه أمام خطر حتى الموت، يمكن بيرجع بيعمل هالقراءة إنه وين ربنا من حياتي؟ كيف أنا بدي ابني علاقتي مع الآخر، حتى علاقتي مع عملي وعلاقتي مع المادة مع المال مع كل شيء انطلاقا من علاقتي مع ربنا، لأنه هو الكنز، هو اللي خلقنا، هو الإله اللي بريد سعادتنا. إذا ربنا موجود بحياتنا ساعتها كل الأمور بتيجي بنصابة، ولكن لما ربنا بغيب ساعتها المال هو بيصير الرب بحياتي، بيتسلط علي، ولأنه المال بيصير الرب بيصير أظلم غيري، بيصير الآخر أوقات وسيلة بس لحتى أوصل للي لمبتغاي اللي أنا بدي أوصل له. من هون أهمية هالوقت اللي فيه إنه نكون عم نرجع إلى ذواتنا وعم نرجع نكتشف قديش ربنا مهم بحياتنا، لأنه هو اللي بيعلمنا المحبة الحقيقية وهو اللي إذا بدكم بيحدد العلاقة المضبوطة مع الآخر.
هون أهمية أنه مش بس تخلص الأزمة الإنسان ينسى، لأنه مثل ما قالت سيدنا وقتها من الوجع منوقع منطلع نتذكر عند الله. ربنا، وبس تقطع الأزمة ونرجع لحياتنا الطبيعية خلص نرجع خلص وكأن شيئا لم يكن. هون كمان هيدي النقطة لازم لو رجعنا لذاتنا نكفي بهيدي الطريقة. أكيد أكيد. وبتأمل يعني دائما القراءة اللي بيعملها المؤمن بمساعدة كلمة ربنا، مثلا اليوم اللي قلت لكم الموضوع صلاتنا هو أيوب البار بنهار اللي بنقدس فيه الزيت. أيوب كان إنسان بار، ولما ربنا سمح بأنه يتألم بالأول يفقد كل اللي عنده حتى أولاده، وبعدين يفقد صحته، بالحوار اللي صار مع ربنا اكتشف بأنه ربنا مش عم بيقاسه إذا صار معه هيك، ولكن هو كان ما كان بيعرف ربنا ومش عم بيخلي حكمة ربنا هي تكون عم بتسير حياته. لذلك لما استسلم أمام الرب وقال له أنا حكمتك ما بقدر أفهمها، الألم طهره وساعده أنه يرجع يستعيد كل شيء. فمشان هيك وجود ربنا بحياتنا هو هالوجود اللي بيعطي الأمور قيمتها وبيحط كل شغلة بنصابها، ما بتتسلط علينا ولكن بتكون لخدمتنا. بعرف انه الساعة 8 عندك قداس، ما رح ناخرك كثير. اخر شيء، شو بتقول للمؤمنين في هذه المرحلة وفي هذا الأسبوع تحديدا؟ أنا بدي أوجه لهم تحية من القلب، بدي أقول لهم ربنا يبارككم، ربنا يقدسكم، قدموا كل اللي عم بتعيشوه كذبيحة إلى الرب، حطوا حياتكم بين إيديه، وإن شاء الله هالمرحلة بتكون مناسبة خير، يعني من الشر أو من السلبي نقدر نكون عم ناخد الإيجابي. مثل ما ذكرتوا يعني أهمية ترجع العائلة تلتقى مع بعضها، تصلي مع بعضها، هيدا كان تقليدنا القديم، هلأ انفقدت أيامنا. فإن شاء الله تكون هاللي عم نعيشه ناخد منه نتائج إيجابية كتير كبيرة بعلاقة العائلة مع بعضها، بمكانة ربنا وبصلاتنا، وتكون كمان مثل هالمسيرة الآلام هي مسيرة صوب القيامة والفصح. بتأمل إنه يكون قيامتنا وفصحنا وعبورنا من هالحياة، يعني من هالمرحلة إلى حياة فيها أمان وسلام وفرح، نرجع نلتقي إن شاء الله بأقرب وقت تكون عم تتحقق. ومن هلأ منقول لك سيدنا المسيح قام. حقا قام لكم جميعا. شكرا لك سيدنا المترام ميشيل عون، راعي أبرشية جبال الماروني. شكرا على الصبحية الحلوة وعلى هالكلام يلي اليوم نحن كتير بحاجة لأ.